السلام عليكم. الآن سوف أتحدث بشكل مختصر عن المناسيب. طبعا المناسيب للفيلا سواء كان منسوب من الفيلا إلى الحوش أو من الحوش إلى الرصيف أو الشارع. أولا نبدأ مثلا بالفيلا. هذه الفيلا عندنا الفيلا، علاقة الفيلا مثلا والحوش علاقة كبيرة جدا، يعني الحركة ما بين الفيلا والحوش تكون كبيرة جدا، أكبر من الحركة بين الحوش مثلا والشارع. لذلك يفترض أنه يعني او الانسب انه يكون المناسيب من الفيلا الى الحوش يعني درجتين، لو زادت 3 درج، هذا بشكل يعني متوسط او الافضل، عكس مثلا المنسوب من الحوش الى الرصيف او الشارع يفضل ان لا يقل عن 3 درجات. يعني واذا كان عندك مثلا منسوب في الشارع في بوميل كثير مثلا من هنا الى هنا، فتضطر مثلا انك تسويها 4 درجات زي كذا، خاصة إذا كان الشارع كبير، الشارع كذا كبير معناته في نسبة تهاطل للأمطار وجريان السيول من أمام البيت بشكل أكبر أو احتمالية أكبر، فالأفضل أن تكون مثلا 4 درجات اللي هي مثلا درجتين والرصيف نفسه اللي هو المتر اللي أمام الحوش. طبعا لماذا قمنا بتزويد الدرجات هنا عكس هنا؟ لأنه هنا تحمي المبنى بشكل كامل من الأمطار، أيضا من الرياح والأكياس أو القمامة، فعل الرياح، فعل أيضا من الحشرات، من أي شيء، عكس المنسوب من الفيلا إلى الحوش لازم يكون سهل، خاصة إذا عندك ملحق خارجي، حتى تكون الوصول أو الحركة من المبنى أو مبنى الفيلا إلى الملحق الخارجي أو إلى الحوش تكون سهلة مسهلة، عكس الرصيف من برا، وخاصة إن إحنا لا نحتاج أن نزيد ارتفاع المبنى لأنه أصبح المبنى أو الحوش كامل يعني مرتفع عن الأرض بشكل جيد. أيضا منسوب مثلا الملحق الخارجي يعني يفضل أن يكون درجة واحدة 15 أو 10 سنتي بس، يعني مثلا لو دخول حشرات أمطار كذا ويكون سهل الوصول إليه أفضل، وأيضا يكون هنا شباك مثلا للإطلالة على الحوش، خاصة لو في هنا مثلا زرع كذا، وهنا لا يفضل عمل شبابيك إطلاقا، ما في لها أي فائدة.